بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. دامت علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. النهاردة الحد الأول من شهر باب المبارك، والإنجيل عن معجزة شفاء المفلوج المدلى من السقف من إنجيل معلمنا مرقس الإصحاح الثاني من عدد 1 ل 12. وكلمنا على الإنجيل ده من عدة مرات. أذكر في مرة اتكلمنا على لاهوت المسيح وقدرته على غفران الخطايا وشفاء المرضى ومعرفة ما في قلوب الناس لما علم يسوع ما دار في قلوبهم. ومرة اتكلمنا على الجموع وتهاتفها على سماع كلمة ربنا، السمع أنه في البيت وكان يكلمهم بالكلمة، فجت الجموع من كل ناحية لدرجة لم يعد يسعى ولا ما حول الباب. النهاردة بنعمة المسيح نتكلم على إيمان الأربعة اللي شالوا صدقهم وإيمان هذا الإنسان المفلوج اللي نال الشفاء. كلكم عارفين المعجزة، أن يقول المسيح دخل كفر نحوم ودخل في بيت وسمع أنه في بيت فاجتمع الجميع ولم يعد يسع ما حول الباب. وكان في 4 أصدقاء لهم صديق مفلوق ما بيتحركش، حاولوا يدخلوه من الباب ما قدروش، فطلعوا فوق السقف وفتحوه ونزلوا صديقهم المفلوق قدام المسيح. ودي الآية بتاعت النهاردة فمرقس 2:5، فلما رأى يسوع المسيح إيمانهم قال للمفلوق مغفور لك خطاياك. هذا الإيمان الرائع اللي للأربعة وللإنسان المفلوج نفسه جعل المسيح يعطيهم أكثر جدا مما يطلبوا أو يفكروا. هو كل كان طلبهم إن هو يشفي لهم الإنسان المفلوج شفاء جسدي، ولكن المسيح أعطاله الشفاء الروحي مغفور لك خطاياك. وبعد كده قال لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على مغفرة الخطايا قال للمفلوج أم أحمل سريرك وامشي. لما رأى يسوع المسيح إيمانهم قال للمفلوج مغفور لك خطاياك. موضوع إيمانهم ده مهم جدا، وهو أنا عايز أتكلم عليه بنعمة ربنا من نقطتين. أول حاجة إيمانهم بمين؟ بربنا يسوع المسيح. وعلى أساس مين هو بالضبط ربنا يسوع المسيح؟ لأن في ناس بتؤمن بالمسيح بس ما بتؤمنش الإيمان السليم. يعني مثلا ممكن في ناس تؤمن أن المسيح عظيم جدا وأعظم مواليد النساء وأنه بلا خطية وأن هو نبي عظيم. هذا لا يكفي. يقول لك إحنا إما نؤمن بالمسيح بتاعكم، لا هذا لا يكفي، ده من دهة ناس من ديانات أخرى. وفي ناس يدعوا أن هم مسيحيين وإحنا بنوا عليهم قلت مش مسيحيين، ده شهود اليهوة وجاي المورمن وزي السبتيين وزي كريستيان ساينس وزي نيو ايج موفمنت، بيؤمنوا بالمسيح بس ما بيؤمنوش أنه هو الإله المتجسد. فأول نقطة لما رأى يسوع المسيح إيمانهم، عايزين نرجع تاني نراجع نفسنا إحنا بنؤمن بأن يسوع المسيح مين هو بالنسبة لنا. لأن معلمنا بولس الرسول مرة قال إيه؟ اختبروا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. مرة قريت في التايم ماجازين قال 40% من بعض الطوائف الموجودة في أمريكا لا تؤمن بلاهوت المسيح، وطوائف ويقال إن هم طوائف مسيحية، إحصائية خطيرة جدا. فإحنا عايزين نعد بسرعة كده من هو يسوع المسيح بالنسبة لنا. النقطة الثانية هنتكلم على ضرورة الإيمان به على هذه القاعدة اللي بنقول من هو، وبعدين خطورة عدم الإيمان به. النقطة الأولى من هو يسوع الذي نؤمن به. نحن نؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم، الله الآب والله الابن والله الروح القدس، أي إن احنا بنؤمن بذات ناطقة بالكلمة وحية بالروح القدس، زي ما القديس يوحنا قال في رسالته الأولى الإصحاح 5:7. عشان كده احنا بنقول في إنجيل يوحنا 1:1، أول آية في إنجيل يوحنا، في البدء كان الكلمة
والكلمة كانت عند الله وكان الله الكلمة، وكان الله الكلمة. وفي نفس الإنجيل دوت في عدد 14 والكلمة صار جسدا، الكلمة اللي هي عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل زي ما قال قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث. نحن نؤمن أنه الإله المتجسد مساوي لله الآب في الجوهر والله الروح القدس في الجوهر، ونؤمن أيضا أنه ابن الله، ونؤمن أنه ابن الإنسان. النهاردة المسيح قال في الإنجيل لكي تؤمنوا أن لابن الإنسان قدرة على مغفرة الخطايا قال للمفلوج احمل سريرك وامشي. هو ابن الله لأنه خرج من ذات الله ومن داخل وحدة الثالوث الأقدس. القديس يوحنا برضه يقول في رسالته الأولى إصحاح 5 عدد 13 كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. متكررة كلمة ابن الله مرتين. بنؤمن أنه ربنا يسوع المسيح الإله المتجسد اللي قال عنه بولس الرسول في كولوسي 2:9 الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. بنؤمن أيضا أنه الإله المتجسد الذي خلق كل شيء. هو الله الآب خلق مخلوقات عاقلة بالله الابن، وخلقها مخلوقات عاقلة حية بالله الروح القدس، فالثالوث الأقدس كله يعمل. قد يتقدم أقنوم من الأقانيم الثلاثة في العمل دون انفصاله عن الأقنومين التانيين. علشان كده لما بنقول هو الخالق ده في إنجيل يوحنا الإصحاح الأولاني بس عدد 3 على طول في اللي يقول إيه كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. هنا مش عايدة على الله الآب زي ما بيقول أريوس وزي ما بيقولوا شهود يهوه اليومين دول، إن هو بالأول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. نؤمن أنه دعي اسمه عمانوئيل في أشعياء 7:12، وفي متى 1:23 أكد أن كلمة عمانوئيل معناها الله معنا. نؤمن أنه دعي عن طريق دانيال النبي أنه قدوس القديسين، الله هو القدوس وحده. فالمسيح لما يتسمى قدوس القديسين يبقى مساوي لله الآب في القداسة، دي موجودة في دانيال 9:24. قيل عن المسيح عن طريق رئيس الملائكة غبريال لما بشر العذراء مريم 4 صفات عن ربنا يسوع المسيح، يقول أنه يكون عظيما وابن العلي يدعى وأنه القدوس وأنه ابن الله. كل ده موجود في لوقا 1 من عدد 32 لعدد 35. لما الملائكة ظهروا عشان يبشروا الرعاة ادوله لقب عجيب جدا، لوقا 2:11 أنه المسيح الرب بالألف واللام، أنه المسيح الرب. قال عنه الله الآب في أكثر من مرة ابني الحبيب، اتقالت في وقت العماد في متى 3:17 هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، واتقالت في جبل التجلي في متى 17:5 هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له تسمعه. نؤمن أن ربنا يسوع المسيح هو لوغوس، عقل الله الناطق زبول أو نطق الله العاقل. بولس الرسول يصف في كولوسي 1:5 هو صورة الله غير المنظور. فاكرين لما قال يوحنا الحبيب الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن أبيه هو خبر، هو صورة الله غير المنظور. ده في عبرانيين 1:3 يقول هو بهاء مجد الله ورسم جوهره
وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هو ده المسيح اللي احنا نؤمن به، بنؤمن أنه هو كلمة الحياة وأنه هو الحياة الأبدية ذاتها التي كانت عند الآب وأظهرت لنا، ودي موجودة في يوحنا الرسول الأولى إصحاح 1:1-2. نؤمن أنه هو الذي أخلى ذاته أخذا سكل العبد. هو بس مش موجود وقت لما تجسد، ده هو نطق الله العاقل وعقل الله الناطق. لا يمكن أن نتخيل وجود الله بدون عقل. نؤمن أنه هو أخذ صورة العبد. فاكرين في فيليب 2:7 يقول إيه؟ الذي أخلى نفسه آخذا صورة العبد، وضع في الهيئة كإنسان، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. نؤمن أنه هو الذي لنا فيه الفداء، غفران لخطايانا، دي في كولوسي 1:14. نؤمن أنه هو الذي قال عن نفسه أنا والآب واحد في يوحنا 10:29، صدقوني إني في الآب والآب فيا. نؤمن أنه هو الذي قال في يوحنا 8:58 قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وكلمة أنا كائن دي ما تنطبقش إلا على الله وحده. أنا أحيا الذي هو أحيا، زي ما قال ربنا لموسى لما بيقول له طب لما روح لفرعون أقول له اسمك إيه؟ أنا هو الكائن. مش كده بنقول له في القداس الغروري أيها الكائن الذي كان والدائم إلى الأبد. نؤمن أنه قال عنه يوحنا المعمدان هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله. نؤمن أنه الذي قال عن نفسه أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر في يوحنا في رؤيا 22:11. نؤمن أنه هو الذي سيأتي ليدين الأحياء والأموات، ونؤمن أنه هو الذي سيجلسنا عن يمينه وهو الديان. الله لا يدين أحد، بل قد أعطى كل الدينون للإبن. دي 20 نقطة فيها حوالي 35 صفة من صفات الله، لأن في بعض الآيات موجود فيها زي ما قلنا أكثر من صفة. هذا هو إيماننا لما رأى يسوع المسيح إيمانه. أوعى يكون إيماننا مفهوش كل الحاجات دي. ودي على فكرة بعض الصفات التي نعرفها عن المسيح وبعض النقط الجوهرية فيه، ولكن هناك أمور كثيرة جدا. بس عشان خاطر عنصر الوقت، أنا فاكر مرة زمان اتكلمنا على 100 اسم وصفة لربنا يسوع المسيح، وأعتقد اتكلمنا عليها في 3 أو 4 عظات. إن كان هذا هو إيماننا فسوف ننال الشفاء الروحي والجسدي، زم ربنا متع هذا الإنسان واستجاب للرغبة العجيبة. تخيلوا، كان ممكن الناس يقولوا احنا روحنا وعملنا اللي علينا ولفنا في الباركنج لوت، ما قناش مكان روحنا، والعيب على الكنيسة اللي مش وفرت لنا باركنج لوت، وروح هو مرتاح يعني، وناس عملتها فعلا. لكن دول بيدوروا على يعني ايه، احنا شايلين صاحبنا وعايزين ربنا يسوع المسيح يشفيه، لان احنا مؤمنين بيه احنا الخمسة، ومش عارفين نخش من الباب ده، احنا نفتح حتى السقف. طلعوا وفتحوا السقف، ومش سهل ابدا، واحد محمول على سريره يطلعوا بيه. وانا حطيت في الفيسبوك بتاعي فيلم صغير خالص كده 3 دقايق للاطفال على المعجزه دي. وبص تلاقي المجهود، حطوا سلم وبعدين 2 طلعوا في الاول، كله كرتون لطيف جدا ممكن تشوفوه، وبعد كده الاثنين التحت بيزقوا بشويه بشويه بشويه. وطبعا البيوت زمان كانت معموله زي بالجريد وبتبقى عكس بعضيها، فكشفوا و يعني حطوه قدام المسيح. المسيح مش ممكن ما يعملش المعجزة زي ما العذراء مريم عملت معاه في معجزة عرس قانا الجليل، حطته قدام أمر واقع. إيه المنظر الرائع ده؟ سقف مفتوح وأربعة بينزلوا صديقهم، لهم إيمان إن المسيح يشفي، لم يشفيه فقط جسديا بل روحيا وروحيا قبل جسديا. هذا الإيمان اللي المفروض يبقى فينا يعرفنا أنه ضروري جدا. دي النقطة الثانية في الموضوع النهاردة، ضرورة الإيمان بربنا يسوع المسيح وخطورة عدم الإيمان به.
ودي في 10 نقط. النقط اللي فاتت كان 20 آية فيها أكثر من 35 صفة عن ربنا يسوع المسيح. أول حاجة نقولها في ضرورة الإيمان أن الرب يسوع المسيح هو أساس البناء الإيماني الكامل. يعني لو أمننا بكل حاجة في المسيحية من غير ما نؤمن بلاهوته وبكل الصفات اللي قلنا له يبقى إحنا مش مسيحيين، حتى لو بنؤمن بكل حاجة أخرى. وده اللي إحنا بنتعامل معه مع الطوائف التانية اللي ما تؤمنش بلاهوت المسيح، بنعتبرها قلت مش طوائف مسيحية. الرب يسوع المسيح هو أساس البناء الإيماني الكامل. والكلام للكتاب المقدس، معلمنا بولس الرسول يقول في روميا 3:21-22: وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء. بيعرف بقى بر الله قال إيه؟ بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل من يؤمن به. بر الله بالإيمان بيسوع المسيح على كل وعلى كل من يؤمن به. هو ده الأساس الإيماني بتاعنا. نمرة 2، الإيمان بالرب يسوع المسيح يهبنا الحياة الأبدية. أنا بقول هنتكلم على ضرورة الإيمان بالمسيح وخطورة عدم الإيمان به، فهمشي الموضوعين مع بعض. الإيمان بالرب يسوع المسيح يهبنا الحياة الأبدية وينقذنا من الهلاك الأبدي. الآية المشهورة جدا وكلنا عارفينها يوحنا 3:16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الذي يؤمن به يخلص وكمان ينقذه من الهلاك الأبدي. نمرة 3، الإيمان بالرب يسوع المسيح ينقذنا من دينونة الله، وعدم الإيمان به يجلب علينا الدينونة. الآية واضحة جدا في يوحنا 3:17-18: الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به فقد دين. ليه؟ لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. فإذا الإيمان به يهبنا عدم الدينونة، نخش كده السماء وإحنا إيه مرتاحين 24 قراط. أما عدم الإيمان به يجلب علينا الدينونة، والله يدلنا ما دخلناش الملكوت ويرمينا في الهلاك الأبدي. نمرة 4، الإيمان بالرب يسوع المسيح يهبنا الحياة الأبدية، ودي قلناها، ولكن عدم الإيمان به يجلب علينا غضب الله. أوعى الواحد يقع في غضب رب. ربنا حنين وطويل الروح وكثير الرحمة، ولكن أحيانا نحس بالآية القوية: مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. هو رحيم وكامل في رحمته، بل أيضا هو عادل وكامل في عدله. البابا شنودة له عبارات رائعة جدا، يقول الله كامل في عدله وكامل في رحمته. حينما يكون الله عادل يكون رحيم في عدله، وحينما يكون رحيم يكون عادل في رحمته. لأنه إن خلت الرحمة من العدل يبقى إيه؟ عبط وتزازاجة، وإن خل العدل من الرحمة يبقى مكر ودهاء. ده كلام البابا شنود، كلام عجيب جدا، كلمات مقصورة. اقروا كتاب الكلمات الذهبية، 3650 كلمة في 4 كتب اوريدي صدروا. الناس تقول عايزين كتب، عايزين نقرأ، وبعدين الحكاية تبقى موجودة والكتب تبقى على الرف والحكاية. ده موضوع لازم نراجع نفسنا فيه. الإيمان بيهبنا الحياة الأبدية، وعدم الإيمان بيجلب علينا الغضب. الآية واضحة برضو في يوحنا 3:36: الذي يؤمن بالابن له الحياة الأبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة. ومش كده وبس، بل يمكث عليه غضب الله. من هو الذي يمكث عليه غضب الله؟ اللي ترمى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. في نمرة 5، الإيمان بالرب يسوع المسيح أيضا يهبنا الحياة الأبدية،
ويقيمنا ويحيينا في اليوم الأخير. هذه مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. في يوحنا 6:40. نمر 6، الإيمان بالرب يسوع المسيح يهبنا سلام مع الله، ويعطينا نعمة، ويعطينا أن نفتخر على رجاء مجده. ثلاث حاجات في آية واحدة أو في آيتين. الإيمان بالرب يسوع المسيح يهبنا سلام مع الله، ويعطينا النعمة والافتخار على رجاء مجد الله. دي موجودة في رؤية 15 عدد 1 و 2، سوري، رمية 15 عدد 1 و 2. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، بمين؟ بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن مقيمين فيها، ونفتخر على رجاء مجد الله. ثلاث نقط: سلام مع الله، نعمة، وافتخار على إيه؟ ليس بنفسنا، ولكن على رجاء مجد الله. نمرة 7، الإيمان بالرب يسوع المسيح يعطينا نعمة المصالحة، والعكس صحيح، عدم الإيمان به يجعلنا في خصومة مع الله ونخسر المصالحة. في رمية 5:10-11، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صودحنا مع الله بإيه؟ بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس كذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله ربنا يسوع المسيح الذي لنا الصلح به، أو الذي لنا الصلح بواسطته في بعض ترجمات أخرى. الإيمان بيعطينا نعمة المصالحة. مين عايز يبقى في خصومة مع الله؟ ما حدش فينا عايز يبقى في خصومة مع الله. إذا لازم نؤمن به، ونؤمن به بكل النقط اللي قلناها في النقطة الأولى. نمرة 8، الإيمان بالرب يسوع المسيح يعطينا سلطانا على الشياطين والأرواح النجسة، والعكس صحيح، عدم الإيمان به يجعل الشياطين تقوى علينا أو لا نستطيع نحن أن نقوى عليها. في الحتة بتاعة الإيمان برب يسوع المسيح يعطينا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ده هو في يوحنا 10:19 يقول: وهو الذي أعطانا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضرنا شيء. هذا هو الإيمان بالمسيح. يجي الشيطان جنب الإنسان المؤمن بالمسيح، بس بالنوعية اللي اتكلمنا عليها في الأول. ده الشياطين كانت قدام الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبانة تتحول كعمود من الدخان. عجبي على تجمهركم، المديحة الرائعة بتاعت البابا شنود، مديحة الأنبا أنطونيوس، اللي لما بنقولها في مدايح كياهك لا نستطيع أن نفرقها عن المدايح اللي كتبت في القرن الأول والثاني والثالث. نفس المستوى، نفس المستوى. ده عاملة زي جزء من التسبحة، ما هي عندنا تسبحة مكسيموس ودوماديوس، ده جزء من التسبحة المسائية أو من نصف الليل، نفس المستوى. فيقول الأنبا شنود، بابا شنود: عجبي على تجمهركم، يظهروا قدامه في سور فهود ونمور وتعبين عشان خاطر يخافوه، يبص لهم كده يقول: عجبي على تجمهركم، وأنا أصغر من إيه؟ أصغر من أضعف، أنا أضعف من أصغركم. لو كنتم أقوياء كان واحد فيكم يفتك بيا. كانوا يتحولوا أمام هذا الاتضاع والقوة التي فيه بالسلطان الذي أخذهم من المسيح إلى عمود من الدخان ويختفوا. هذا هو الإيمان بالمسيح، يعطيهم السلطان على الشياطين وكل قوات الشريرة. أما عدم الإيمان به يفقدنا هذه القدرة. أنت فاكرين الراجل اللي جاب ابنه اللي عليه شيطان وقال للتلاميذ يعني اشفوا لي الولد ده، خرجوا الشيطان منه، الشياطين حاولوا ما عرفوش، راح واخدوا المسيح على طول في الحال، المسيح انطهروا فخرج الشيطان. فالتلاميذ بيقول: المسيح احنا ما عرفناش لهذا الجنس اللي يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم، كل شيء مستطاع للمؤمن إن كان لكم إيمان.
مثل حبة الخردل اللي كنتم تقولون للجبل انتقل وينطرح في البحر. الإيمان بالمسيح ده حاجة رهيبة. نمرة 9، الذي يؤمن بالرب يسوع المسيح ده يخزى، وعكسها صحيح، الذي لا يؤمن به يعيش في الخزي والعار. كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى، وكل من يؤمن به لا يخزى. دي موجودة في رومية 9:33، وموجودة عليها نبوات في العهد القديم. آخر نقطة النهاردة: الذي يؤمن بالرب يسوع المسيح ينال غفران الخطايا، والعكس صحيح، الذي لا يؤمن به لا ينال غفران خطاياه لا في الأرض ولا في السماء. يقول كده: له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، في أعمال 10:43. النهاردة المسيح قال كده، هو غفر خطية الإنسان. هما ما شوفوش حاجة بتطلع منه، الخطية دي حاجة روحية سيطرة على الإنسان، مغفورة للخطايا، ما شافوش حاجة. قال لي: ماذا هذا التكليف؟ من يستطيع أن يغفر خطايا الله وحده؟ ده في إنجيل النهاردة. فالمسيح عايز يوري لهم حاجة ملموسة يحسوا بيها عشان يصدقوا إن هو قادر على غفران الخطية. فعملها بحاجتين: أول حاجة عرفهم اللي بيدور في فكرهم، هم كانوا بيهمهموا جنب بعض كده. معقولة ده يغفر خطايا؟ ده بيجدف، ده الذي لا يغفر خطايا الله وحده. ما قالوش بصوت مسموع، ربنا عارف اللي بيدور في أفكارهم في قلبهم. لما علم يسوع المسيح ما يدور في أفكارهم قال لهم: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أظن لو واحد منا كان في الموقف ده يبقى عايش في خزي، يبص في الأرض، مش عرفك إن احنا فكرنا الفكرة دي؟ على العموم هفوت لكم دي، ده المسيح اللي بيقول. وبعدين: لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على غفران الخطايا، قال للمفلوج: قوم احمل سريرك وامشي. هم شايفينه مكسح مفلوق مش عارف يتحرك من السرير، قام وحمل سريره وذهب إلى بيته. حاجة واضحة زي الشمس. قال: لا بدم يقدر يشفي بالشكل ده، بقى هو يقدر يغفر، وبدم يقدر يعرف اللبنة، يبقى هو ده الإله المتجسد. آمن كثيرين بسبب المعجزة دي. المسيح الذي يؤمن بي ينال غفران الخطايا، وعدم الإيمان بيجلب علينا دينونة. ودي موجودة في مرقس 3:16: من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان. واضحة، من آمن واعتمد خلص، ومن لا يؤمن يدان. هذا هو إيماننا بربنا يسوع المسيح. ده إيمان الخمسة الأربعة والشخص المفلوق. لما رأى يسوع المسيح إيمانهم قال للمفلوق: مغفورة لك خطاياك، وبعد كده شفاه جسديا. الله يمتعنا بالإيمان به الذي به نحيا ونتحرك ونوجد، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.